السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عندنا درس في اللغة العربية اسمه الحروف اللثوية. الحروف اللثوية حروف سهلة جدا، هناخد النهاردة النطق بتاعها بس محتاجة تركيز شوية. الحروف اللثوية هي حروف مفخمة وهم عبارة عن 3 حروف وبس. شوفهم مع بعض كده، شايفين الشجرة الجميلة دي؟ فيها كم حرف؟ فيها 3 حروف. احنا دلوقتي نعرف ان الحروف المفخمة، الحروف اللثوية حروف مفخمة، هم عبارة عن 3 حروف وبس: الذال والظاء والثاء. الذال والظاء والثاء، ال3 حروف الجمال اللي موجودين معانا في الشجرة دي عليهم أغنية سهلة جدا وجميلة نحفظها مع بعض. الحروف اللثوية: يا حروف يا لثوية، دايما على بالي بتخرجي من طرف لساني، انتي 3 وبس: الذال والثاء والظاء، الذال والظاء والثاء والظاء. يا حروف يا لثوية، دايما على بالي بتخرجي من طرف لساني، انتي 3 وبس: الذال والظاء والثاء، الذال والظاء والثاء. حفظت الأغنية الجميلة دي؟ طيب الحروف اللثوية وانا بنطقها بتخرج من طرف لساني، بخرجها من طرف لساني، يعني بخبط طرف لساني مع أطراف الثنايا العليا، تخرج من طرف لساني زي ما قلنا في الأغنية. وبعمل ايه بقى؟ بخبط طرف لساني مع أطراف الثنايا العليا. ازاي بتخرج من طرف لساني؟ تاني، بخبط طرف لساني مع أطراف الثنايا العليا زي ما أخدنا في الأغنية الجميلة، وهم عبارة عن 3 حروف: الذال والظاء والثاء، الذال والظاء والثاء، زي ما هما موجودين في الشجرة بتاعتنا دي. نحفظ شكل الشجرة علشان نعرف ان هما 3 حروف وبس: الذال والظاء والثاء. طيب نشوف الحروف مع بعض بالتفصيل. اول حرف معانا هو حرف، عرف نفسك يا حرف. انا حرف الذال، اهلا وسهلا يا حرف الذال. انا حرف الذال، شكلي كده، وانتوا بتنطقوني بتخبطوا طرف لسانكم مع اطراف الثنايا العليا، وانتوا بتنطقوني بتخبطوا طرف لسانكم مع اطراف الثنايا العليا. شكرا يا حرف الذال. يبقى بننطقوا ايه؟ بننطقوا ذا 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 ذا، فيها ازيز، ذا ذا ذا. طلعت طرف لساني وانا بنطقه وبخبط طرف لساني مع اطراف الثنايا العليا، ذا ذا ذا. طيب يا حرف الذا، انت عليك كلمات جميلة عاوزين نشوفها: ذال ذراع، ذال ذراع، ذا ذا ذا، ذراع، ذا ذا ذا، ذراع. انا مخرجه طرف لساني وانا بنطقه ذا ذا ذا، ذراع. طيب ايه كمان على حرف الذال؟ ايه الكلمات كمان ممكن تكون على حرف الذال؟ ذا ذا ذا، ذرة، ذا ذا ذا، ذرة، ذا ذا ذا، ذرة. طيب احنا دلوقتي اخدنا حرف الذال وهو عرف نفسه وعرف كمان كلمات عليه، وشفنا هو بينطق ازاي. الحرف اللي بعده اسمه حرف ثاء. ثاء، عرف نفسك يا حرف. انا حرف الثاء، انا حرف الثاء، اهلا وسهلا يا حرف الثاء. وانتوا بتنطقوني بتخبط طرف لسانك مع اطراف الثنايا العليا، وانتوا بتنطقوني بتخبط طرف لسانك مع اطراف الثنايا العليا. شكرا يا حرف، يعني انت بتنطق ثاء 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 ثاء، بتخرج طرف لسانك وانت بتنطقه، بتخبط طرف لسانك مع اطراف الثنايا العليا،
يعني ايه؟ يعني بخبط الطرف اللساني مع اطراف الثنايا العليا. يعني انت بتنطق ثا 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 ثا. برافو. ثا 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 ثا. برافو. شكرا يا حرف. عاوزين نشوف الكلمات اللي عليك. ثا 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 ثعبان. ثا 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 ثعبان. تاني. ثا 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 ثعبان. بخبط طرف لساني مع اطراف الثنايا العليا. يعني ايه؟ يعني وانا بنطقه بخرج طرف لساني. بخرج طرف لساني. طيب ايه كمان الكلمات اللي حرف الثاء؟ ثا 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 ثوب. ثا 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 ثوب. ثوب. ثا 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 ثوب. شكرا يا حرف الثاء. ايه الحرف اللي بعدك؟ حرف الظاء. تالت حرف من الحروف اللثوية حرف الظاء، من الحروف المفخمة، من الثلاث حروف اللثوية هو حرف، وهو حرف مفخم. طيب انا حرف الظاء. اهلا وسهلا يا حرف الظاء، عرف نفسك. انا حرف الظاء وانتوا بتنطقوني بتخبط طرف لسانك مع اطراف الثنايا العليا. وانتوا بتنطقوني بتخبط طرف لسانك مع اطراف الثنايا العليا. طيب حرف الظاء كده انت بتنطق ازاي؟ ظا 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 ظا. طيب ايه الكلمات اللي موجود عليكي حرف الظاء اللي انت جايبها معاك؟ ظا 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 ظرف. ظا 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 ظرف. ظا 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 ظرف. يبقى حرف ظا 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 من الحروف المفخمة، ومن الكلمات اللي حرف الظا بيجيبها معاه ظا 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 ظرف. ايه الكلمة اللي عليها الدور؟ ظا 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 ظفر. ظا 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 ظفر. ظا 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 ظفر. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان احنا عندنا الحروف اللثوية ثلاث حروف. الحروف اللثوية ثلاث حروف، حرف الذال، الظاء، الثاء، وغنينا عليهم أغنية. تعالوا نفتكرها تاني. يا حروف يا لثوية دايما على بالي، بتخرجي من طرف لساني، انتي تلاتة وبس، الذال والظاء والثاء، وهم حروف مفخمة.